بعد الملف المهاجري فين وصل؟ مازال العضويه ديالهم مجمده؟ لا ما مجمداش، لا يمكن ان تجمد عضويات برلماني في البرلمان. ماشي برلمان، في الحزب، في الحزب مجمده في المكتب السياسي. المكتب السياسي وانا كنقولها دائما، هشام مهاجر اولا صديق من المنطقه وعاشرته في السياسه، ذو كفاءه عاليه في الخطاب السياسي ديالو، نفتخروا به داخل الأصالة والمعاصرة. الحماسة، لا الحماسة ديال الشباب جعلت أنه في ديك 4 دقائق، في الواقع ديك المداخلة ديال 4 دقائق اللي لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب إلا استندت ليها، وبالتالي في البلاصة. بالتالي في البلاصة. حنا وكان المقابل هو تجميد العضويه في المكتب السياسي. لا عندما تتوجه والابعاد ديالهم من رئاسه اللجنه الداخليه، والابعاد ديالهم من عده. لا هو السياسه هادشي اللي فيها كتقول اللي فرط يكرر، اللي فرط يكرر. حنا ملي دار هذيك الخرجه ديال 4 دقائق، انا قلتها لي صديق، قلت لها هادشي درتي ماشي منطقي، ماشي معقول. رئيس الحكومه ما عمرو كيجي رئيس الحكومه لمناقشه الميزانيه، ثم ان هو براسو هشام والاعضاء ديال الاصاله والمعاصره داخل اللجنه الماليه داروا واحد العمل كبير جدا، من اهم الاعضاء اللي ناقشوا، اللي عوضوا، اللي خدموا في القانون المالي هما ديونا على راسهم هشام المهاجري. وما نخليوهاش حتى الاخر، حتى التصويت في الاخر، حتى التصويت، ونديروا هذيك الخرجه اللي في الواقع اعتبرته خطا. لا خطا جسيم، وكان المقابل ديالو هو هذاك، ما كانش حل اخر. لا جسيم، لا حل اخر. شي حل ما كتعتبروش بانكم فقدتوا واحد العضو اللي كان نشيط، وعضو اللي ما فقدناش داخل البرلمان، ما شفناهش من ديك النهار، ما شفناه. دوك حنا وقت ما بغى يجي لبرا ما غاديش لبرا، ولكن السيد راه حس والسياسي ما كيحسبش هذا الشيء. السياسي كيطلع ويطيح، حس بحال تخليتو عليه. شكون تخلي عليه؟ ماشي تخلي عليه، لانه ماشي اول برلماني. نعطيك نماذج سي احمد، ماشي اول برلماني في الاغلبيه الحكوميه اللي كينتقد الحكومه. سبق له السينور الديموديان، السينور الديموديان اشقى قبل منه، راه رئيس فريق. انا علاش ما جمدلوش الاصل، علاش ما جمدلوش الاستقلال العضويه ديالو؟ سمح لي سي هشام، موراه جاو ناس اخرين. كنعطيك امثله غير صحيحه. اولا علاش إذا تصنتي 4 دقائق ديال مولاي هشام وتصنتيش قال نور الدين مضيان قبل منه، هذا أخطر بكثير، لأن عندما هذيك الجمل هو عاود خضراء اللي كيقولها الغرباء الشركات المحروقات. عندما كتقول في رئيس الحكومة وأنت بترد المشروع، البرنامج الحكومي مسير شاي، وخصنا نردوا المشروع الحكومي، والناس كيدير زعما شي كلام ثقيل جدا. أنا كنقول حماسة الشباب اللي دارت هذا الشيء ماشي ولكن في مسألة إن انا ديما كنقول اش كنقول للبرلمانيين، راه ماشي ما كنقول لهم اسكتوا ابدا. داخل الفريق كنقول للبرلماني دايما كنقولوا عنده جوج الكاسكيطات، جوج كاسكيطه ديال اولا انه خصو يدافع على البرنامج الحكومي اللي صوت عليه هو، لان شكون اللي صوت على البرنامج الحكومي؟ البرلماني الحكومي، حنا اللي صوتنا عليه. وشكون اللي وصل البرلماني لتما؟ لا هذا جاي لك، راه جاي لك. حنا جينا البرنامج الحكومي دابا اللي في اجمل برنامج هو السياسات اللي بديو الحكومه لتلبيه رغبات ديال الساكنه اللي صوتت على واحد العدد البرامج الحزبيه. هذه هي الستركتور اللي صوتنا عليه، اذا خصنا ندافعوا عليه، ندافعوا على ذاك البرنامج. اذا عندي شي قدره على الكلام وقدره على الاقناع، خصني نقنع الساكنه بمصداقيه هذا البرنامج الحكومي، بايجابياته. لا جاي لي ها لا كاسكيت الاولى. لا كاسكيت الثانيه هو ان البرلماني قبل ان يكون عضو في الاغلبيه فهو عنده ثقه المواطنين، وعنده يمثل، عنده امانه، ممثل للامه، عنده امانه الدفاع على المواطنين اللي تقوا فيه وصيفطوه للبرلمان. هذه جوج كاسكيطات ما كيتناقضوش. شنو امانه الدفاع؟ انه شتي اي حاجه ماشي هي اللي كنتناقش، يمكن تجيب اقتراحات، يمكن دير اي حاجه، ولكن ماشي في خرجات باسم فريق. عندما تتكلم باسم فريق داخل جلسه عامه، هذا قرار حزب. ملي كيضرب الحزب في هادشي كله، اما كتضرب المصداقيه ديال اولا الاتفاق اللي كنا درناه، ذاك الالتزام اللي داروا الاغلبيه الحكوميه. لا الالتزام اللي درناه كفرق الاغلبيه، الميثاق ديال الاغلبيه، اذا كدير فيه اذا عندكم خص تنسحب من الحكومه ملي كتقول هادشي كله. وبالتالي كان هذا الخطا باش نطولوا فيه بزاف، باش ما نطولوش فيه، لانه كاين اللي كيشوفوا مس بالاستقلاليه القرار الداخلي ديال البام. علاش؟ لان كيقول لك بانه توضع شرط مباشره ان هذاك القرار اللي اتخذ في حق المهاجري كان بطلب بطلب من الحزب القائد للحكومه، بان قال هذا السيد ما يمكنش حنا نخدموا معاه. كاين لا طلب، انا كنت حاضر والسي مولاي هشام والبرلمانيين كلهم نازلين وقلت لهم هذا الشيء اللي درته مولاي هشام ماشي هو هذاك. وشي برلمان كيقول لي الله يعطيك الصحه كذا كذا، قلت له انت الله يعطيك الصحه ديرها في بلاصتك، ماشي تدفعوا ولا يقول هذا ماشي ثم تقولوا بسميه الفرق. هذا مشكل. ما مولاي هشام حنا باقي الحزب ديال الحزب شابت الحزب، ونتمنوا على ان هذا اش كيسميو هذا العطره انه تكونوا اكثر فيما يخص التكوين ديال يكون واحد التقيل شي شويه فيما يخص المداخلات، ويميز بين المداخله كنائب والمداخله كرئيس فريق اللي كيتكلم بسميه الاغلبيه بسميه حزب بسميه الاغلبيه كامله. هذا شكل اخر وهو مفتوح ليه الان، وراه تلاقينا مع واحد الشهر ولا شهر ونص قلنا لها ودي علاش ما كتجي، ثم ان ما عندناش مشكل. راه خو مولاي هشام دروك في الاجتماع اللي فات اللي درنا في المؤتمر الجهوي ديال مراكش، راه خو مولاي هشام ولكن هو ما كانش حاضر. لا خو مولاي هشام اللي هو سعيد اللي خوه شقيقه اللي عضو في الجهه وهذاك خوه هو ما حضرش، بحال عائله وحده اللي هو دروك هو رئيس المجلس الجهوي ديال الحزب الاسرى والمعاصرين المهاجري ديال الحزب، وغادي يبقى في الحزب وغادي يرجع الحزب ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور واب ستور.